أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. وبمناسبة الأعياد وفي غير مناسبة الأعياد لازم تبقى عارف بتاكل إيه وبتاكل إزاي وهتستفيد من الأكل إزاي وهتخس إزاي حواديت وبالذات تخس دي ومعدلات الحرق والفتي اللي بيتقال. علشان نبعد عن الفتي تعال نروح للمتخصص. في حالتنا نرحب كل الترحيب بضيفتنا العزيزة دكتور بسمة يسري، الطبيب البشري بالتغذية العلاجية والمتخصصة في التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والسمنة. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك حضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. هنبدا بالاسئله اللي ممكن تبدو معتاده، مساله أكل ما بعد رمضان. صح، ما احنا في رمضان في ناس بتحاول تبقى ملتزمة وبيخرجوا خاسين فعلا ويخرج على الأقل وزنه ما زادش زي حالتي، ما خسيتش، كان عندي تارجت 10 كيلو ما حصلش، لكن على الأقل ما زدتش. ودي حاجة، ده إنجاز بجد، ده إنجاز والله. ارفعي معنوياتي كمان والنبي والله. ده إنجاز في حد ذاته. قولي والله. والله. وبنبقى عايزين إنه ما نزيدش تاني، ما نرجعش تاني للعادات الغذائيه بتاعتنا اللي بتزود الوزن وتزود اختزان المياه في الجسم وعدم حرق الدهون و و و. وفي ناس بتيجي تقول طب خلاص يا جماعه اللي حصل حصل، نعمل ايه؟ نبدا من انهي حته فيهم؟ نبدا بان احنا الترانزيشن من صيام لمواعيد اكل مختلفه تماما. هي دي اول غلط، يعني اول حاجه ممكن تحصل ولخبطه ممكن تحصل. بمعنى ان انا متعود مثلا في رمضان اكشولي باكل في مواعيد معينه، بنفطر وناخد نتغدى، يعني نفطر ونسحر وكده، فكل ده في تايم معين. احنا بنعمل حاجه شبيهه لنظام غذائي اسمه الصيام المتقطع. يعني اكشولي احنا ممكن نوصل ان احنا بنتسحر مثلا الساعه 2 او نتسحر ممكن اخرها شويه، فبتلاقي انت بتصوم ساعات معينه وبتاكل خلال ساعات معينه. اوكي، فانت جسمك متعود على تايمنج معين. تيجي بقى خلاص رمضان خلص، فهندخل بقى في مواعيد، نبدا نفطر من اول ما الفجر ياذن من بدري بقى، سواء ناخد نغير مواعيدنا توتالي خالص، فبتقعد تاكل على مدار اليوم. فمن هنا بقى يبدا لخبطه الاكل وتبدا لخبطه بقى اللي هي ممكن واحد يزيد في الوزن او اللخبطه في فاول حاجه لازم ناخد بالنا منها كده مبدئيا، انت جسمك متعود على مواعيد معينه، مش معناه ان انت تاكل برده في نفس المواعيد، بس اتليست احسن حاجه تمشي معاك او تبقى حلو ان احنا نحافظ ان احنا بناكل في مواعيد معينه ونصوم ساعات تانية. اوكي، علشان اقدر بقى اعمل اللي هو نظام الصيام المتقطع ده، ودي كلمه بقت مشهوره جدا. المفروض ان انا امتنع عن الاكل كام ساعه؟ لا، هو الصيام المتقطع ده انواع مختلفه. ماشي. ابتداء من ان انا باكل في خلال 12 ساعه وبصوم 12 ساعه. اوكي، او باكل في خلال يعني مواعيد اكتر، يعني بنصوم مثلا 14 ساعه او تصوم 16 ساعه، وده احسن نوع اثبتت الدراسات يعني اهميته ان هو بناكل 16 ساعه. بنصوم 16 ساعه وبناكل خلال 8 ساعات. طيب ال 16 ساعة دول من ضمنهم ساعات النوم؟ من ضمنهم ساعات النوم بالظبط كده، وخلال ال 16 ساعة دول احنا اكشولي مش بنبقى صايمين خالص توتالي، بيبقى بنشرب مية، بنشرب ينسون، نعناع، شاي أخضر، قرفة، زنجبيل، مشروبات بدون لبن وبدون سكر، مفيش مشكلة. في ناس بتعتقد إنه لو شرب عصير مفيش مشكلة. خلال الصيام؟ خلال الصيام المتقطع ده. ما دي مشكلة، هو العصير ده سواء في الصيام أو غير الصيام أنا مش معاه خالص. وبالذات العصير اللي هو بقى المعلبات، المعلبات اللي فيه سكر او غيره، او حتى العصير الفريش. اكشولي مشكله العصير، احنا علشان نعمل كوبايه عصير برتقال احنا بناخد كام برتقال؟ كتير مش اقل من 4 عشان اكشولي تعمل كوبايه مظبوطه. يعني اقل من دي كمان اللي احنا قدامنا دي. ايوه، فانت بتاخد 4 برتقالات، واكشولي ده بيعمل ايه؟ بيرفع مستوى السكر وبيرفع مستوى الانسولين. أوكي. احنا اول ما بنشرب العصير ليه بقى؟ علشان العصير ده لما بيتعصر احنا كده فقد الالياف، فما بقاش بيشبع، فهيجوعك. انت هتشرب عصير هتجوع بعديه، ما تنفعش يكون حاجه سناك، يعني مش حاجه ما تنفعش معانا ان هي تكون حاجه صحيه ان احنا ناخدها كسناك. فاحنا ناكل الفاكهه ده احسن مليون مره من ان احنا مليانه الياف بتشبع، وكمان هتديك سكر اللي انت محتاجه وبتساعد على الهضم بالظبط كده، لكن وكمان فوائد بقى مختلفه، يعني سواء بقى فيتامينات ومعادن وغيره. بس الفكره لو انت شربت كوبايه العصير انت كده بوظنا الدنيا. طيب العصير ده لو احنا حتى مضطرين ناخده، يعني مثلا ما فيش قدامنا غيره، هيبقى عصير فريش بدون سكر وبدون اي اضافات، ويبقى في فتره الفطار اللي هي خلال الويندو اللي احنا بناكل فيه، مش في خلال فتره اللي احنا بنصوم فيه. يعني خلال فتره في الصيام في 16 ساعه بتوع الصيام لا خليها في 8 ساعات او ال 12. لا، حسب بقى كل واحد حسب مقدرته. يعني هي احسن حاجه الواحد يعملها او يتعود عليها ان هو يبقى داخل بالراحه، يعني كل حاجه بالهدوء، ما تدخلش قوي بقلبي لا ده انا بوظت الدنيا بقى في رمضان والعيد بقى وداخل بقى ايه انا هعمل دايت قاسي
انا هروح ناحيه بقى ان انا اعمل ديتوكس بقى مشروبات اشربها بس وانا ده اللي هيخسس. اكشولي بقى ده مش هو اللي هيخسس. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي هي ايه بتقلقني ان تلاقي ناس كتير تقعد تتكلم اصل في مشروب ينسف الحرق للدهون البطن البطن وحرق للدهون ويخسس إيه 15 كيلو في 10 دقايق. جنزبيل، ليمون، فلفل اسود، حاجات تجيب قرحه في المعده. اه فعلا بيجيب قرحه في المعده. اكشولي يعني الزنجبيل بيتعمل معده. انا مجرد الوصفه بقلق. ايوه بالظبط. ليه؟ وفي الاخر ما بيفيدش باي حاجه. كوبايه الشاي الاخضر اللي احنا بنشربه مثلا، نضرب كحك علبه كحك وبسكوت وبعد كده نقوم نضرب كوبايه شاي اخضر ويبقى هو اللي هيحرق الكحك والبسكوت. خلاص كده. بيحصل ايه بقى؟ علشان يزود الحرق معدل الحد بيزن ميتابوليك ريت بتاعنا 1% بيحتاج تاخد 6 كوبايات شاي اخضر في اليوم. علشان يزود معدل الحرق. هو مش هيحرق، هو ما بيحرقش. هو بس بيزود معدل الحرق. علشان تاخد 6 كوبايات من الشاي الاخضر اكشوال يحصل لنا هبوط، مفيش حد يستحمله ابدا. الهايبوتنشن ده يحصل هايبوتنشن. يا نهار ابيض. فيعني في الاخر المشروبات بقى اللي ماشيه بقى على السوشيال ميديا والناس كلها بتعمل وخس وجرب ده وهتخس 10 كيلو كل ده، لا انا اللي بيغيظني ان بيتقال اشرب المشروب ده الصبح اول ما تصحى. ليه يعني على اشرب ده او على معده فاضي اشرب ميه نار يعني ولا ايوه اللي زي بالظبط الميه بالليمون على الريق. ما هي الميه بالليمون ما دي من خرافات الدايت اكشولي. ما هو ممكن في ناس تتعب فعلا بجد معدتها تتعب بجاسترايتس يجيلها التهاب في المعده بسبب الليمون على الريق. لا طب انت الليمون ده فيه فيتامين سي حلو جدا فيساعد معانا على امتصاص الحديد ومفيد كده كليمون. ممكن يتحط على السلطه، ممكن يتحط على الميه، ممكن يتحط على اي حاجه، بس في اي وقت ملوش اي ما فيش حاجه في الدنيا ولا في اي دراسه قالت ان لازم نشرب ميه بالليمون على الريق الصبح. كل ده اجتهادات، خرافات، خرافات الدايت. حلو. طيب يجي سؤال تاني، هل احنا كلنا زي بعض؟ يعني اللي ينفع ليوسف هينفع لزيد، هينفع لعبيد؟ لا مش هينفع، علشان احنا يعني انواع جسمنا دي بتنقسم لتلاته، يعني اندومورف وميزومورف واكتومورف. الاندومورف دي أيوة. انا هقول لك يعني هقول ما تتوهنيش. ايوه الاندومورف ده هو الجسم اللي هو بيقول لك ايه، انا بتخن من الهواء. اه يعني اي حاجه باكلها بتبان عليا. صح، هو ده الاندومورف. عارفه. اللي هو بيبقى مثلا توزيعه الدهون موجوده في جسمه في منطقه البطن وفي الارداف وكده. فاهمني؟ ده بيحتاج ايه؟ ده بيحتاج نظام غذائي قليل النشويات، يقلل النشويات اللي موجود في النظام بتاعه. حلو. ويعلي البروتين، ياخد بروتين كويس. والدهون بتبقى ليها نسبه معينه. اوكي. فاهمني؟ يجي بقى في واحد تاني يبقى اكتومورف، الاكتومورف ده اللي هو الجسم بتاعه بيبقى يعني الحرق عنده يعني زياده شويه. فاهمني؟ يعني اللي هو بيبقى ده بقى اللي ما بيتخنش مهما ياكل. ده واحد تاني. اخويا كده. اه ياكل ما بيبانش عليه، او ده اللي ما بيبانش عليه، ده بياكل وما بيبانش عليه، هو ده. تمام؟ فده بيحتاج النظام الغذائي بتاعه بيزود نشويات وبيزود بروتين ونسبه الدهون. ويجي بقى الاخر جسم تاني اللي هو الميزومورف، ده اللي هو ماسكولر، بيبقى الجسم فيه عضلات اكتر. فده بيحتاج بقى النظام برده مختلف عن التاني، فكل واحد مختلف عن التاني. يعني انا ما ينفعش نفس الدايت بتاعي يمشي على حضرتك يمشي على حد تاني. فاهمني؟ اكوردنج للحاجه. بس في مبادئ عامه. ايه هي بقى؟ يعني مبادئ عامه، انا لازم اغير عادتي، انا مش هعمل دايت. يعني ما فيش حد في الدنيا ما بطلش يعمل دايت. يعني حضرتك عملت كام دايت في حياتك؟ كم مرة؟ عملت دايت كم مرة؟ أنا؟ يوه ده أنا I lost count. أيوة ما دي كل حد بيقولها الجملة دي، يعني كل الناس بيقول نفس الجملة دي. يعني من كتر ما احنا عملنا دايت، طب ما عملنا لايف ستايل؟ إيه يعني إيه لايف ستايل برضه؟ ما هو لايف ستايل اللايف ستايل ده بيدخلني في حتة التنمية البشرية بقلق منه. لا مش تنمية بشرية، اللايف ستايل بيعتمد على ثلاث محاور. أول حاجة التايمينج اوف ايتنج، الاكل بتاعنا، مواعيد الاكل بتاعتنا. اوكي. تمام؟ تاني حاجه تيجي الكوانتيتي، الكميه. انت جسمك محتاج قد ايه؟ هي دي الفكره. انا باخد قد ايه من احتياجاتي؟ هي دي الفكره. تيجي بقى تالت حاجه الكواليتي، اللي هي نوعيه الاكل اللي انا ممكن العب فيها براحتي. يعني انا ممكن العب يعني مثلا حتى ممكن الخبط، ممكن اكل كحك وبسكوت بس اكلها بمايندفول ايتنج، اخد وانا مركز انا باكل ازاي. فاهمني؟ من الكحك وبسكوت. فاهمني؟ لو انت ظبطت التايمنج المواعيد والكوانتيتي كمية، لو لخبطت حتى في الكواليتي نوع الأكل نفسه مش هتزيد في الوزن. يعني المواعيد تفرق؟ المواعيد تفرق. لو يعني انت في حياتنا يومنا بيبدأ بإيه؟ يعني احنا مثلا يومنا بنبدأ من الساعة كام؟ الصبح من 10 صباح. بالظبط. أول وجبة بتاكلها على الساعة كام؟ أنا يوسف لا باكل بالليل، يعني ممكن أقعد طول اليوم فعلا ما باكلش. طيب بناخد حاجه فيها لبن او سكر او ولا الدموع؟ طيب قهوة. ما هي دي الفكره. احنا بقى معانا ينفع لو انا كده على نفس اللي انا فيه ممكن اعمل صيام متقطع. انا كده صايم.
صوم عادي، اعمل بس نشرب مشروبات ميه بقى وحاجات ثانيه. اه ميه وقهوه طول اليوم. قهوة باكل بس الساعه 12 بالليل، من غير سكر او من غير لبن بالظبط كده. لا مش قوي يعني، ده كده ده كده وجبه واحده. ده حاجه اسمها اوماد، ده نوع من انواع الصيام المتقطع، اوحش انواع الصيام المتقطع. ليه بقى؟ ده انا بضرب وجبه قد الترابيزه. ما هي دي الفكره، ما بنشبعش ميت من الجوع. وبتبقى عايز تحلي بعديها خلاص، انت السكر بتاعك قوتي. لا لا مش فارقه، بس بتاكل كميه كارب غير طبيعيه فيها اكيد، نشويات. باكل كميات من اي حاجه بقى. يعني بنزل بقى ايه الفك المفترس ده اللي اثبت الدراسات ان هو بيؤدي لامراض. ليه بقى؟ ليتر اون، هي علشان اكشولي انت جسمك مره واحده بيدخل له كميه سكر رش، بيحصل شوجر رش، برهق الكبد وبرهق البنكرياس بالظبط كده. وفي لا قدر الله بيحصل فيه منه ده، حاجات في دراسات اثبتت ان هو بيؤدي للوفاه اصلا. ده فهي بالظبط. لا مش وانت قاعد بعد الشغل بس هو حاجه غير صحيه، يعني اوحش انواع الصيام المتقطع. يعني احنا نعمل صيام متقطع وكل حاجه، يعني ممكن نبدا الويندو من بدري شويه. يعني از لونج از مثلا حتى لو هتاكل الساعه 12 بالليل، بس مش هننام وراها على طول اكيد. لا 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 تمام. يبقى على الساعه مثلا يعني نقص 8 ساعات، يعني نبدا مثلا من الساعه 4 او 5 تبدا تاكل وجبه، حتى تكسر صيامك، مش لازم تاكل اي حاجه بالظبط كده، حتى لو هي تبقى مثلا بيضتين، يعني خليها معتبره حتى الفطار، فاهمني؟ وبعد كده يعني كل واحد حسب النظام بتاعه، حسب نظام يوم وعمل ازاي بالظبط. لكن لو واحد مثلا شغل بيبدا من اول اليوم الصبح، بيصحى من بدري وبيحب الفطار الصبح عادي 8 9، هيفطر 8 9 وياخد سناك على الساعه 12 1، ويتغدى على 4 5، ويتعشى على الساعه 7 8، بس بعد 8 خلاص. كل واحد اكوردنج لليوم بتاعي ايه، فاهمني؟ يعني عشان كده التايمنج ده من الحاجات المهمه. طيب يبقى احنا قلنا التايمنج توقيت والكميات بتاعتي لازم تتظبط بالظبط، يعني اللي هي انت بورشن بتاعتنا، الجسم بتاعنا محتاج قد ايه بروتين. يعني احنا لو احنا في حالتنا الصحيه العاديه ما عندناش مشاكل او كده، بنحتاج من 0.8 اب تو 1 لكل كيلو، فاهمني؟ يعني 1 ايه بقى؟ 1 جرام، 1 جرام لكل كيلو بالظبط كده. يعني احنا سي مثلا لو 70 كيلو، يبقى هناخد 70 جرام بروتين، 65 يعني اللي هو 0.8 اب تو ان انتوا 70 جرام بروتين، فاهمني؟ اوكي يعني 0.8 لواحد. بس اللي هيعمل كده ده على رايك هيبقى بقى فعلا نمط حياه او لايف ستايل، انه لازم يبقى عارف مثلا هو لو 100 جرام بروتين ولا 70 جرام بروتين، يبقى لو كان لحمه هياكل قد ايه، ولو كان بيض هياكل قد ايه، ولو كان فراخ هياكل قد ايه. على فكره الموضوع ده بقى سهل قوي، يعني زي ما احنا بنقعد نعمل سيرش كده على السوشيال ميديا ونجيب حاجات وصفات سهله، اشوف الجدول. ايوه شوف جدول موجود، يعني البيضه الواحده فيها قد ايه جرام بروتين، فيها 7 جرام بروتين. ال 100 جرام فراخ او لحمه او سمك او غيره بيبقى في حدود 23 جرام بروتين، فاهمني؟ الثلاث معالق مثلا من الفول، ثلاث معالق من الجبنه، ده في حدود 7 جرام بروتين. علبه الزبادي في حدود 8، يعني الموضوع مش صعب قوي لو احنا حبينا نفكر، لو احنا حابين نعمل كده فعلا بالظبط كده. ولو احنا عملنا كده هيبقى معانا احسن كتير، ان انت هتبقى عارف تعمل ايه، يعني بتغير في حاجات، فاهمني؟ يعني وبعد كده يعني بتعرف تبدايل نفسها، زي بدل ما احنا نروح للوصفات السهله ونظام لحرق الدهون ومش عارف هينزلك 20 كيلو في 3 ايام وحاجات غريبه فعلا بجد موجوده، ودايت البيض ودايت الموز وحاجات غريبه، تمشي تاكل موز طول الاسبوع بس. طب ايه؟ طب ما انت لما هترجع تاكل اكل عادي هتنزل كل اللي انت خدته، هيجي له انهيار في بتاع النسيج العضلي بالظبط كده. او نجري بقى نشتري ادويه غير طبيعيه على طول على الموجوده على السوشيال ميديا وغيره وغيره، ويجي لنا مشاكل. في ناس بتدخل المستشفى بسبب ادويه غير مجهوله المصدر. طبعا في ادويه بالكتير، هي ادويه تحت السلم دي على قفا من يشيل، او اعشاب بقى وحاجات حركه، ومفيش اي حاجه من الحاجات دي هتفيده في الاخر، فعلا ما بتفيدش. لكن الواحد لازم يبقى هو يعني دليل نفسه، عارفه دكتور نفسه، هو يظبط مواعيده. طيب السؤال الذي حير كل الناس اللي عايزه تخس، اكل كارب ولا ما اكلش كارب؟ انا بحب اعمل هوم ورك جدا، قعدت قريت كم قرايات فيها كم تضارب وكلها دراسات، ده بجد بقى. ناس تقول لا الجسم محتاج الكارب علشان خاطر هو محتاج الطاقه بتاعه الكارب، علشان ده هيساعده في بناء العضلات. طيب الطاقه اللي محتاجها العضلات تحديدا. ودراسات تانية تقول اطلاقا انت مش محتاج الكارب، الجسم يقدر يستخلص الطاقه بتاعته من البروتين اللي انت هتاكله. اوكي. فانا واحد من الناس اللي وقعت ما بين شقي الراحه، اكل كارب ولا ما اكلش كارب؟ محتاجين كارب، لازم ناخد كارب. ولو حتى انت عملنا نظام غذائي لو كارب فتره، هترجع لازم تدخل الكارب. واللو كارب ده على فكره اللي هو قليل النشويات، انه ده اللي اثبت دراسات ان هو يعني افيد حاجات صحيه، افيد نظام صحي، فاهمني؟ على المدى البعيد حتى للمينتننس بتاع الويت، يعني لما الناس بتمشي على نظام غذائي لو كارب على فتره طويله، بعد كده بيحافظوا على الوزن بتاعهم
اكتر من اي حد نظام دايت تاني. هي الفكره ان كل واحد حسب جسمه. يعني في ناس مثلا بتحتاج ان احنا ممكن ناخد الكارب ده، على فكره كارب صحي، مش لازم يكون النشويات دي تكون غير صحيه. ايه الكارب الصحي؟ الكارب الصحي ده موجود في الفاكهه، موجود في الخضار، موجود في اللبن، موجود في الزبادي، ده كله فيه كارب على فكره. لكن احنا نقطع ده كله خضار مش بقول، عشان محدش يخش يسف فول وعدس وفاصوليا. بقوليات فيها كومبلكس كارب، نشويات صحيه اللي هي المعقده. هي دي النشويات الصحيه اللي المفروض تكون داخله النظام الغذائي. لكن ما خدش سمبل شوجر هيدخل. لا مش كله، بس الكميه قد ايه هي دي الفرق. يعني في بقى انظمه مختلفه كل واحد حسب جسمه. يعني ممكن ان انا اهم حاجه اعمل كنترول لكميه النشويات اللي انا هاخدها. اوكي. فاهمني؟ لكن ان انا ما ازودش، يعني احنا الطبق بتاعنا نصته 50% منه نشويات، اللي هو داخل فيه خضار وداخل فيه الفاكهه وات ايفر، وكام؟ احنا بنتكلم 30% دهون و20% بروتين، هو ده الطبق الصحي. فاهمني؟ ده علميا صحي. حلو. بس الفكره بقى ان انا ما اروحش بقى اقول لا ده انا هقطع كارب خالص بقى، ما فيش حاجه في الدنيا قد كده. زيرو. علميا غير صحي. جسمك محتاج في ده المصدر الاساسي للطاقه، ده الميه المختزنه ويخليني احرق دهون. ماشي. وبعد كده فين بقى الطاقه وفين الانرجي؟ بروتين بقى، بروتين يخش احرق على طول. ده مش فتره، يعني هي ممكن نمشي على لو كارب دايت، نشيل اللي هو السمبل شوجر طبعا، ده مش بتكلم عليه، اللي هو السكر الصريح اللي هو العيش الفينو والحاجات اللي هي غير صحيه، مش هو ده انا بتكلم عليه. دقيق وسكر في شكله الصريح المفروض الصح ان احنا نقطع الحاجات دي الابيض بالظبط، دي الابيض ده خالص، والسكر كذلك ناخده من الفاكهه او ناخده من الحاجات الصحيه. فاهمني؟ لكن احنا في انواع، يعني البطاطا مثلا من الحاجات النشويات الحلوه اللي ممكن ناخدها ندخلها ده على النظام الغذائي. البطاطس برضو از كومبلكس كارب، نشويات صحيه. لو هناخد ذره دي الفشار، ما هو ده نشويات، هنقدر نمنع كل ده علشان نخس؟ هيبقى حاجه غير صحيه. نجو ناحيه بقى الكيتو دايت وغيره وغيره. لسه كنت اسالك على كيتو دايت وعلى الرجيم طبقا لفصيله الدم. لا ده الرجيم طبقا لفصيله الدم ده كان اولد دايت خالص، قديم خالص، و يعني مش حاجه، يعني مش حاجه معترف بيها قوي ان هي ده اتلغى. يعني حاجه عندنا في الرياضه تمرين الكتف الخلفي دي. كان اولد فاشن بالظبط كده. لكن المشكله بقى الترند في الكيتو دايت، اللي هو الدراسات وعلميا الجايد لاينز بتقول ان احنا نستخدم الكيتو دايت ده في حالات الابيليبسي، الصرع. يعني احنا بنستخدمه فعلا في حالات مع المستشفيات التغذيه العلاجيه، في اي حد مثلا عنده صرع ونوت كنترولد، مش ماشي على ادويه بس مش مظبوطه الادويه، مش ظابطه الادويه معايا برده، محتاج نظام غذائي، فبنعمل له نظام كيتو دايت. ده واثبت دراسات ان هو مفيد وبيعمل فعلا نتائج حلوه جدا، لكن ان هو يبقى فور لايف، يبقى هو حاجه لا، حاجه غير صحيه، ومفيش اي حاجه اثبتت ان احنا نمشي على كيتو دايت. هو دايت غريب برده، ما بفهموش. وهو بيستخدم، اصل هي فكره ان احنا بناخد 70% من اكلنا دهون اكشوالي، و25 منه بقى بروتين وخمسه نشويات، وتبقى بقى الفيزز اللي احنا داخلين فيها مراحل مختلفه. مش معاه خالص ان احنا ناكل اكل صحي متوازن، ده افضل كتير، ونعمل لايف ستايل ده افضل كتير لينا. فاهمني؟ يعني ان احنا نجو ناحيه دايت غريب كده. الفنكوش، يعني بلاش الفنكوش، ان احنا نجو ناحيه الحاجات الوصفات الغريبه وكده، لكن ان احنا نظبط اكلنا. حلو قوي. طيب ناس بتاخد قرار انه يبدا ياخد، احنا كنا بنتكلم عليه عشان احنا اتكلمنا على مجموعه بقى ايه الحبايه السحريه وشغل تحت السلم، وفي حاجات ما هياش شغل تحت السلم. يعني تلاقي مثلا شركات كبيره بتاعه سبلمنتس مشهوره في العالم وعندها حاجات اللي بتتحط ما بين قوسين تحت اسم حارقات الدهون او الفات بيرنرز. اوكي. وفي انواع اخرى من المكملات الغذائيه اللي تبقى انتاج شركات دوائيه معترف بيها في مصر وبره، بتطلع دواء كذا اللي كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل او قبل الفقره يعني، ومش عارف لا ده انت تاخد مش عارف زنك جلايتونيت، ما تاخدش اكسيد الزنك. انا هو السبلمنتس ناحيه ما فيش حد ياخد اي مكمل خالص. الناس تنزل تشتري اللي هي عايزاه وتسف. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، وما ينفعش ان احنا ناخد اي مكمل غذائي، حتى لو انا يعني مثلا اذا الشعب المصري كله عنده نقص في فيتامين دي مثلا، حاجه ترند طلعت كده ان انت تروح تاخد بقى فيتامين دي لوحدك من غير اي حاجه. لا، في حاجه اسمها تحاليل، لازم ان احنا نعمل تحاليل. لو انا عندي نقص في حاجه معينه هاخدها. عندك نقص في فيتامين دي اقعد في البلكونه. هنقعد في البلكونه او هناخد ما هو نقعد في البلكونه، بس ساعات بنحتاج سبلمنت فعلا بناخد مكمل. لكن عندك نقص في كالسيوم هتاخد كالسيوم، ما عندكش بقى ان بتوين اي نقص في حاجه زي دي اكشولي ما ناخدش اي حاجه، ما ناخدش لوحدنا. اللي بيحصل ان احنا بنتفرج على فيديو على تيك توك ولا على يوتيوب ولا على فيسبوك ويقول لي خد مش عارف كذا، وده هتلاقيه في الصيدليه ب 15 جنيه بس. هننزل ناخده هو ده بالظبط، علشان ايه؟ مكسلين ان احنا نعمل الخطوات الاساسيه، وفعلا ده لوحده ما بينجحش.
وحتى لو هيقول لي مثلا اخدت فات بيرنر اللي هو غير معترف بيه بمنظمه الغذاء والدواء. أيوة. ما هي دي لازم الحاجه تبقى اف دي اي ابروفد علشان انا اخدها، دي ما بيبقاش معترف بيه اصلا ومش موجود في الجايد لاينز ان احنا ناخد فات بيرنر. هل في حاجه بتقول ان الفات بيرنر ممكن يخسس من غير ما تبقى عامل زي ما حضرتك قلتي لايف ستايل ونظام للاكل؟ ما فيش حاجه. يعني اقعد اسف فات بيرنر على قد ما اسف برضو وزنك مش هيقل؟ بالظبط كده. لو اتحرك هيبقى تحرك طفيف يعني. بالظبط. ولو اتحرك الادويه دائما بتشتغل على جزئين، يعني فكره ان الواحد هو يعني سايكولوجيكلي في ناس عايزه تاخد دواء مش هتخس انا لازم اخد دواء، يعني دي مقتنعين 100%، مع ان لو هو الدواء حتى لو هم اخدوا حاجه مثلا ملهاش اي لازمه بتلاقوا يخسوا، لو خسوا هيبقى بسبب النظام اللي هم ماشيين عليه او اللايف ستايل اللي هم فيه. في حاجات ابروفد باي اف دي اي، كام دواء يتعدوا على الصوابع، بس ده قصتهم بيحتاج تحاليل معينه وبيحتاج ان الواحد يبقى فعلا حالته محتاجه ده، مش ان انا اخده لوحدي. لكن ان انا اخد دواء كده لوحدي من غير اي حاجه ده حاجه غير صحيه خالص، وبتأدي المشاكل بقى سواء في الكلى في الكبد، بتعمل مشاكل جدا كتيره جدا، وبعد كده يبقى يقول لي الحرق بتاعنا باظ بسبب الادويه اللي احنا اخذناها اكشن، عشان تعودت جسمك على انه بيحاول يحقق بعوامل مساعده. بالظبط كده. وعلى حاجات ما لهاش اي لازمه ما كانتش، وكان ممكن نخس عادي من غير اي حاجه، فاهمني؟ لكن اللايف ستايل نفسه موديفيكيشن هو اهم حاجه، ان احنا نظبط اكلنا. بنشرب ميه قد ايه؟ هل شرب الميه يساعد على الحرق؟ يساعد على الحرق طبعا. وشرب الميه ده مهم لكل حاجه في الجسم، في كل خليه في الجسم، ابتداء من عينينا، كل حاجه هنا، كل حاجه، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، كل حاجه في الدنيا مهم ليها الميه، علشان احنا اصلا اكشولي جسمنا بيتكون من اكتر يعني نسبه معينه هي ميه. فاهمني؟ فهي الميه لازم الواحد ياخد ميه. ناخد ميه قد ايه بقى؟ ايوه هي دي الفكره. يعني احنا المفروض نحسب. أيوة. ليها حسبه، يعني ان انا بنضرب كام؟ 30 مللي لكل كيلو. 30 مللي لكل كيلو، يعني احنا 10 كيلو ب 3 ايه ده؟ 300 مللي. يعني لو قد 100 كيلو ب 3 لتر. بالظبط كده 3 لتر. مش انا يعني انا مثلا ما اشربش ميه زي حضرتك، ما حدش غيرنا ما يشرب، كل واحد حسب وزنه. لا مش قصدي، لا مش قصدي اخد على خاطري. لا لا انا قصدي حسب كل واحد. انا 98. لا انا على بلاطه كده انا 98. ده اعتراف. ده كنت ايه دايما مركز مع رقم 100 يعني انا بقى. لا هي الفكره ان انا ده المينيموم ريكويرمنت واب تو ماكسيمم، يعني من اقل حاجه ناخد 30 مللي كل كيلو. تمام. يعني لو 70 كيلو انا اتكلم مثلا في 2 لتر و100 مللي 2 لتر هتشربه، يبقى انت لازم تخلص دول على مدار اليوم. تمام. لا اعلى حاجه ان احنا ممكن نوصلها، ممكن بقى نوصل ل 40 مللي كل كيلو. يعني معنى في ناس بقى بتخش دخلات ايه، اشرب 5 لتر ميه، دي حاجه تعمل اوسموزس، تعمل مصيبه. وغير كده احنا لو بنشرب لو ممكن الواحد يموت فيها، الواحد بيمسك الازازه ما ينزلهاش الا هي خلصان. انت كده استفدت؟ ده سؤال بقى. علشان انا اعرف ناس والله العظيم يمسك الازازه لكن انا بشرب ميه اهو، ودرب درب 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 درب، وبعدين يدخل التويلت خلاص انتهى الموضوع، انتهى. اكشولي هو في كميه معينه المثانه البوليه بتاعتنا بتستحمل، اللي هو 500 مللي، اكتر من كده لازم هتفضيها. فين الاستفاده؟ الصح ان احنا نشرب على مدار اليوم، يعني كل ساعه من اول ما الواحد يصحى يشرب كوبايه 200 مللي، هيبقى حلو أول جدا. ما صح. من اول ما تصحى يعني، عشان خلص. عشان نقسمها. فاهمني؟ في بقى دلوقتي ابلكيشنز كتير على الموبايل كده الواحد ممكن ينزلها، بتقعد ترن كل شويه يشرب ميه يشرب ميه. هي في ناس بتقفلها، هي ناس بتقفلها. بصراحه ده ازعاج قوي. بس يعني اني واي في ممكن نشرب مثلا كوبايه كل ساعه على مدار كل ساعه، هنخلص كميه كبيره جدا. هل إذا رحت للدكتور وقال لي اعمل التحاليل الفلانية فطلع عندي ديفيشنسي أو نقص في مجموعة معينة من الفيتامينات وأبدأ أخدها، هل لما باخدها ده بيساعدني فعلا على أنه الجسم معدل الحرق بتاعه يزيد؟ لأن الناس بتفهم غلط، الناس فاهمة أنه الحاجات دي بتحرق. لا هي بترفع معدل، بترفع اي امبالانس داخل الجسم بتاعنا، يعني خلل او عدم توازن في اي حاجه في فيتامينات او معادن، بيأثر على الحرق بتاعنا وبيأثر على النزول، عشان الجسم بتاعنا مش في طبيعته، فاهمني؟ على البروس، على العمليات اللي ممكن تتم. ما هو الفيتامينات والمعادن دي بتساعد في العمليات اللي طبعًا. منها عمليه الحرق. صح. الميتابوليزم. فمثلا اثبت دراسات نقص فيتامين دي بيؤثر على الحرق. اوكي. فاهمني؟ يعني في بقى يعني حسب اي امبالانس، واحد مثلا عنده انيميا والسيروم فيريتين الحديد بتاعه قليل، هو برضه هيأثر على الحرق.
مش هتحصل البروسيس طبيعيه. يعني نقص الفيريتين كمان ياثر على الحرق؟ بيأثر على الحرق. انا كنت متصور ان هو بس بيخلي مفيش تركيز مفيش انتباه، دي تنفس دوخه مستمره، ليه اعراض الانيميا المستمره بالضبط يعني. بتاثر على الحرق فاهمني، يعني في حسب اي خلل او اي امبالانس داخل الجسم الصح ان احنا نكوركتد نصلحه، بعد كده نبدا نجوب بقى ناحيه ان احنا ننزل بقى في الوزن او نظبط كده، ويفرق معانا كتير. طب انا يمكن لاحظت حاجه برضه صححيني فيها، بحاول قدر الامكان زي ما كنت بقول لحضرتك اقعد اقرا كده، فانا لاحظت انه هو كل الفيتامينات تقريبا لازمه للجسم وكلها بشكل او باخر بتساعد في عمليه الحرق. حرق الدهون بالزبط. وتكوين الانسجه العضليه الى اخره، يعني مفيش حاجه ينفع بالظبط هو كده. سبحان الله، بس دائما يعني في فيتامينات الجسم بتاعنا بيقدر ينتجها او كده، او بنحصل عليها من الاكل او بنحصل عليها من الحاجات دي، وفي فيتامينات تانية بيبقى صعب، بيبقى يعني مثلا فيتامين د ده مثلا لازم نحصل عليه عن طريق الشمس، ده افضل حاجه. اه طبعا فاهمني، حتى لو قعدنا ناكل بقى سلمون وناكل مكاريل وناكل، عشان دي فيها نسبه زيوت نباتيه وفيها نسبه فيتامين د ومنتجات البان وغيره، دي فيها فيتامين د، بس النسبه قليله جدا، مش هو ده اللي هيصلح الفيتامين د. فيتامين د اللي نصلحه لو هو فيه مشكله مثلا بيبقى عن طريق الشمس، ان احنا مثلا نقعد ربع لثلث ساعه ثلاث مرات في الاسبوع في الشمس، او وان احنا نصلح بقى لو هو الدكتور كاتب لنا اي سبلمنت او كده. حلو، اسئله العيد المشهوره عشان تبقى دي الختام. الناس بتيجي على العيد وتروح داخله بقى دخله الفسيخ والرنجه، ده شق، ده الغدا. الفطار دخلت سكريات ولا حرج. وفي ناس بيعملوا حاجه غريبه بياكلوا كشري، ما اعرفش في الفطار. ايوه شباب لازم لازم يدمر حياته يعني. أيوة انا خلصت رمضان اديها بقى ايه حموضه قدر الامكان. بالظبط. طب ننصح الناس بايه يعني، ايه ايام العيد الثلاث اربع ايام بتوع العيد دول ازاي يعرف ياهل جسمه علشان يتعامل بعد كده الجسم بشكل عادي ويقدر ياكل بشكل سليم ومنتظم الى اخره، لان انا بحس ان دي صدمات. صدمات، ما هي فعلا ابتداء من تغيير المعاد، احنا خلاص بقى خلنا في مواعيد ثانيه، فبنبدا نفطر بقى، نبدا من الصبح نفطر عادي بقى وناكل كحك وبسكوت، ناكل كحك وبسكوت على الفطار، ده اول حاجه غلط. غلط غلط، يعني هنفطر وبعد كده ناخد بقى الكحك والبسكوت، ما عنديش مشكله. نفطر يعني جبنه وبيض، نفطر يعني ساندوتش وات ايفر، او هتفطر اي حاجه فول بيض جبنه عادي من الموجود، وبعد كده ناخد بقى كحك وبسكوت. هناخد هتقدر واحده هنقعد نقول بقى ان الواحده فيها 90 سعر حراري وكتب، مش هيفيد ده خالص. هناكل كده خدها فهناكلها ازاي؟ يعني ناخدها بعد وجبه كامله. أوكي. دائما اي حلويات او كحك او بسكوت او غيره يتاخد في خلال ساعه بعد وجبه. اوكي. تكون شبعان، فمش هنقدر ناخد كميه كبيره، وفي نفس الوقت مش هنرفع مستوى الانسولين او السكر جامد. حلو. هيبقى في بعد وجبه، ما يعني ما افطرش. الغلط الاساسي ان انا اقوم واخد فما اديش فرصه لنفسي ان انا اقعد اخش بقى ايه؟ كوبايه شاي بلبن بقى وانزل بقى كحك وبسكوت اخلص العلبه، مش هتقدر تعمل كنترول. صح. غير ان ما تاخد بعد وجبه، خد واحده بسكوت ولا اتنين وبتاع ده ويعني كحك وبسكوت واحده واحده هتقدر تشبع، ده اول حاجه. حلو. طيب لو هناكل بقى رنجه ما عنديش مشكلة، بس نزود السلطة. أيوة. ونقلل العيش. أيوة صح. يعني لو نقدر نستغنى عنه ده يبقى أحسن، عشان احنا اوريدي واكلين الصبح، ما احنا واكلين كحك وبسكوت في كميه رنجه بالشوكه برضو. طيب خلاص، نص رغيف حلو قوي. ماشي يعني هنحاول. نص رغيف بلدي حلو قوي تمام. وهناكل معاه الرنجه تمام، وهنزود السلطه. خضروات بقى، وخضره على قد ما نقدر، ونشرب ميه كويس. تمام. حلو. يعني هي دي، ونعدي بقى الليله بقى العشاء، مش لازم نتعشى بقى، يعني ناخد مثلا علبه زبادي حاجه كده، ما ناكلش بقى وجبه ثانيه يعني في اليوم، اللي هو برضه ما نخشش بالليل بقى ايه دخلت انك ميت وهم ميتين. نكمل بقى مع اليوم خالص باظ. لا، هو دائما بيجي الغلط ان لا انا خلاص بوظت النهارده فانا هكمل. لا، انت لو كملت هتزيد، مع ان لو انت لو عديت الليله كده وخلاص على قد كده وقفت مش هتزيد، ربنا يعديها على خير يعني. ربنا يسترها يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره. وحضرتك طيبه. نورتينا وشرفتينا، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه. تخيلي يا اخي بقى انت تهتم بتعمل صيانه عربيتك وما بتخافش على نفسك، يعني صيانتك انت بقى اجهزتك الحيويه دي، ما تخليش حاجه تضرب يعني، زي صيانه العربيه. اي حد فينا مش عارف يقول لك ايه، انا مش عمري ما هستنى لحد ما الترومبه تضرب، انا بعمل الصيانه اول باول. بنيجي على اجسادنا، اجسامنا احنا بقى دي، وبنستنى عليها لحد ما تضرب. مستغرب ليه؟